الثالث مشاهدينا الكرام والانطلاق ايضا والزميل الكريبي بن جابر المري. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدا وعليه نتوكل ومنه دائما وابدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق الشوط الثالث في تعداد اشواط هذه الفتره الصباحيه، انطلقت المنافسات المتواصله مع سن الثنايا بعدما تابعنا معكم الاشواط الاولى الرئيسيه بحضور الجزيره من فازت في الشوط الاول لفئه الابكار بشعار حمد بن سالم بن محمد بن مسعود المري له الثاني على هذا الفوز المستحق، وكذلك نهني مالك مبلش من حضر في الشوط الاول لفئه القعدان جابر محمد بن راشد الجربوع المري لك الثانيه بالجبران على هذا الفوز المستحق. نبدا معكم ومع مجريات هذا الشوط المنطلق لنتابع على المركز الاول رفح لسالم بن مبارك بن جهويل المري على اول المراكز مقدما لنا شعار على المقدمه، ثاني المراكز التواجد من معركه لعلي بن سعيد الاسود المري المركز الثالث، اتابع حبنا الكريم انطلاق الثالث التحديات من قبل جلجله لعبد الله بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي حمد بن مبارك بن ناصر الشايج الشهواني. النقلة إلى المركز الرابع لنتابع مشاهدينا الكرام انطلاقة الزاير لمنصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين على المركز الرابع، المركز الخامس التقدم من خطيرة لسعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي. هذا هو النداء الأول للأسماء الحاضرة والمتواجدة بمسيرة هذا الشوط، هنالك أسماء ما بعد حان تواجدها بالنداء خلف الأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتنافسة بمسيرة هذه الانطلاقة، ما زالت أيضا في مسيرة هذا الشوط لكن تابعوها في الوقت المناسب من انطلاقة هذا الشوط، ومعنا وقت في أيضا الانطلاقات وفي الهجن المتأخرة بالانطلاق مع 8 كيلومترات المسافة الماراثونية المخصصة لهذه الفئة ولهذه الانطلاقات مع منافسات الكبار. لنعود بحضراتكم الى شعار بن جهويل الحاضر والمنطلق مع البداية ومع القيادة ومع رفع سالم بن مبارك بن جهويل المري مقدما لنا شعار الكدرية اللي صالوا شار في الاعوام الماضية وحقق ايضا سجلات مميزة سجلات جميلة وانتصارات متواصلة مع هذا الشعار ليحضر بانطلاقة رفح مع أول المراكز ومع قيادة الأسماء. المركز الثاني وثاني التحديات التقدم من قبل جلجلة لعبد الله بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي المالك لهذا الشعار الدعم لهذا الشعار، وحمد بن مبارك الشهواني المتابع لانطلاقات هذا الشعار بعملية التضمير، أحد الخبراء أحد فطاحين المضمرين من دائما يقدمون الانطلاقات ويهدون ابناء الشحانية هذه النواميس المتواصلة مع هذا الشعار وخصيصا مع منافسات الكبار، الممثل الدائم لابناء الدوحة مقدما لنا انطلاقة مميزة من قبل جلجلة على المركز الاول. المركز الثاني التواجد من معركة علي بن سعيد بن محمد الاسود المري مقدما معركة على المركز الثالث، ومع ثالث التحديات شعار العنود الذي صال وجال مع العنود بصولاتها بجولاتها بانطلاقاتها ايضا عنود ايضا السيوف عنود الرموز عنود بالاسود بحضورها بقوتها بادائها الكبير يحضر بانطلاقه المركز الثالث. المركز الرابع نتابع معكم على رابع التحديات انطلاقة مهمة اللي وصلت إلى النداء بمهمة رسمية من قبل أيضا الشهواني شهوان.
شهوان بن غالب بن عبد الهادي الشهواني مقدما لنا شعاره على المركز الرابع، شعار النجوم الحاضر والمنطلق برابع التحديات. المركز الخامس تقدم الزائر اللي وصلت كزائر الاسماء الخمسه الاولى المنطلقه، منصور محمد بن منصور سيف الخيارين صائد الرموز وشعاره الحاضر والمنطلق بانطلاقاته وبسجلاته الحاضره على المركز الخامس. انغضى ندائنا الثاني للاسماء الخمسه الاولى الحاضره والمنطلقه بمسيره هذا الشوط بانطلاقه الشعارات والاسماء، لنعود بحضراتكم الى المركز الاول. وكلما عدت النداء اتابع رفح المركز الاول، اشاهد رفح القياده وعلى الرياده وعلى مقدمه هذا الشوط، مسيطره تمام السيطره مع سكان المقدمه ومع مقدمه هذا الشوط. رفح تعود الملكيه لسالم بن مبارك بن جويل المري من يبحث عن الثاني، والتبريكات بن مبارك في انطلاقه هذا الشوط. المركز الثاني ثاني المراكز تقدم جلجله على المركز الثاني بانطلاقه هذا الشعار، عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي على اول المراكز وعلى المقدمه، وحمد بن مبارك بن ناصر الشهواني من يقف خلف هذا الشعار بانجازات كمضمرا خبيرا بانطلاقات ايضا هذه اللجنه ومنافساتها. المركز الثالث ثالث التحديات تتابع شعار بالاسود على المركز الثالث، تقدم معركة على ثالث التحديات من تخوض معارك هذا الشوط، علي بن سعيد بالاسود المري ومع انتصاف المسافة انتصاف المسيرة انتصاف ايضا الانطلاقة، انغضت 4 كيلومترات تبقت مثلها بالانطلاق بالمسيرة بالتواصل من قبل المنافسة وحضور ايضا الانطلاقات المميزة. دعنا شعار بالاسود على المركز الثالث. المركز الرابع اتابع مشاهدينا الكرام انطلاقه شعار منصور محمد سيف الخيرين مع انطلاقه الزائر على المركز الرابع. المركز الخامس خامس التحديات اتابع معكم انطلاقه مهمه شهوان بن غانم بن عبد الهادي الشهواني مقدما لنا مهمه المهتمه بالانطلاق مع دائره الاسماء الخمسه الاولى بحضور ايضا شعاره وشعار الشواني على المركز الخامس. هذا هو النداء الثالث لمتابعة هذه المسيرة، لنعود بحضراتكم إلى مقدمة هذا الشوط لنستجد النداء معكم ومع هذه المسيرة، لنتابع مجريات المقدمة مجريات الصدارة مع هذه الانطلاقات المميزة مع هذه المسيرة الحاضرة بإنجازات بصولات من قبل الأسماء الكبيرة المنطلقة الباحثة عن الناموس. نتابع المركز الأول لنرى الحميري مقدمة هذا الشوط ومع انطلاقة مقدمة هذا الشوط بتواجد شعار بن جويل. الله المركز الأول رفح سالم بن مبارك بن جويل المري على مقدمة هذا الشوط، لكن أمور هذا الشوط تغيرت مع الصدارة، جلجلة 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 غيرت المجريات، انطلقت مع المركز الأول عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي وحمد بن مبارك الشهواني من يقدم جلجلة، لكن عادت رفع عادت رفع لتستعيد أمورها المسلوبة والمنهوبة من قبل جلجلة، لتبدأ بالانطلاق مع أول المراكز. منافسة مبكرة ما بين المركزين الأول والثاني وما بين انطلاقة جلجلة ورفح، رفح وجلجلة في حوار ثنائي قبل الانطلاقات قبل أيضا المنافسة في الكيلومتر الأخير بتواجد شعار الخليفي بتواجد شعار بن جويل على المركزين الأول والثاني. المركز الثالث يا سلام، أتابع أتابع متابعينا الأعزاء انطلاقة شعار الزاير الزاير اللي وصلت بزيارتها للمركز الثالث. على المركز الثالث كما هو مدون الزاير يبدو بأنها الزاير
يبدو بأن الزائر المنصور محمد المنصور آل سيف الخيرين على المركز الثالث المركز الرابع. رابع التحديات تتابع مشاهدينا الكرام انطلاقة معركة علي بن سعيد بالأسود المري. باقي ما بدت المعركة في هذا الشوط. المركز الخامس تتابع مهمة شهوان بن غانم بن عبد الهادي الشواني يبغي يغتنم لفرصة في هذه الانطلاقة وفي هذا الصباح مع هذه الأسماء الحاضرة. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة بعد الحوار. بدأت النتيجة بانطلاقة جلجلة على المركز الأول. عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي على مقدمة هذا الشوط بمتابعة حمد بن مبارك الشواني من يتابع هذا الشعار ومع تجاوز 1500 متر. يلا 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 يا مضمرين اللي بيقرب يقرب. هذه اللحظات ما تبقى إلا القليل من انطلاقة هذا الشوط. جلجلة على الصدارة، جلجلة على المقدمة. عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي يقدم لنا أيضا انطلاقة هذا الشعار، يقدم لنا نوعية من نوعيات هذا الشعار. اسم بارز بانطلاقاته مع تواجد جلجلة على المركز الأول. حمد بن مبارك بن ناصر الشهواني اللي تابع انطلاقة جلجلة بعملية التضمير وهو مع أول المراكز مع المقدمة في كادر الحالة. تستعرض أيضا قواها بالانطلاق مع أول المراكز. دخلنا أجواء الكيلو متر الأخير، دخلنا أجواء هذا الكيلو الملتهب بالمنافسة، الملتهب بالانطلاقات باستعراضية مميزة بانطلاقة جلجلة على أول المراكز بتقدم شعار الخليفي. عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي على أول المراكز بمتابعة حمد بن مبارك الشهواني من يتابع انطلاقة جلجلة على المقدمة. المركز الثاني، يا سلام، مهمة 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 وصلت بهذه اللحظات. انطلقت بمهمة رسمية من قبل شهوان بن غانم بن عبد الهادي الشهواني على ثاني المراكز، لكن يبدو بأن أمور الصدارة مع جلجلة القائدة والمسيطرة والمنطلقة بهذا الفارق اللي نتابع الكادر الأسفل من قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وقايع هذا السباق. تابعوا يا عشاق الأصالة، شاهدوا يا عشاق شعار الخليفي بانطلاقته بانفرادته مع ناموس هذا الشوط. ممثل الدوحة الدايم يقدم لنا شعاره بانطلاقة جلجلة. عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي من ظفر بناموس هذا الشوط وانتزع أيضا ناموس هذا الشوط مع جلجلة. نهني حمد بن مبارك الشهواني على هذا الفوز المستحق وانتصاره في هذا الشوط بفارق ما يقارب 100 متر ما بينه وما بين المركز الثاني. المركز الثاني وصلت مهمة لشهوان بن غانم بن عبد الهادي الشهواني. المركز الثاني ما قصرت الله يقول حق، أدت عرض مميز وانطلاق جميل. المركز الثالث وصل شعار الكدرية، وصلت رفح لسالم بن مبارك من جويل المري. المركز الرابع كان الوصول من قبل خطير لسعود بن ناصر بن كلاثيخ العتيب. المركز الخامس وهاجة لسعيد بن صالح بن لحول المري. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، تابعنا وشاهدنا معكم المنافسة التي دارت ما بين الأسماء، لكن تميزت جلجلة وانتزعت ناموس هذا الشوط بتقنية 8:13 دقيقة 7 ثواني جزئية من الثانية. التهنئة والتبريكات لمالك جلجلة عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي، والتهنئة لحمد بن مبارك الشواني على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني كان الوصول من قبل مهمة على ثاني المراكز، توقيتها الزمني 13 دقيقة 18 ثانية 4 أجزاء من الثانية. التهنئة والتبريكات نزف لشهوان بن غانم بن عبد الهادي الشهواني على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث وصلت رفح على ثالث المراكز، توقيت الزمن 13 دقيقة 25 ثانية 8 أجزاء من الثانية. التهنئة والتبريكات لمالك رفح سالم بن مبارك بن جهويل المري. شوط جديد ينطلق والزميل بدر بن وجب العتيبي يتواصل معه.